ايه اللي كان بيعمله مايكل جاكسون علشان يقدر يعيش 150 سنة؟ اول حاجة وظف 12 طبيب في منزله ليقوموا بفحصه كل يوم، وكمان كانوا بيختبروا كل يوم طعامه قبل كل وجبة، وكمان قام بتعيين اكتر من 10 اشخاص علشان يحددوا كمية ونوعية الوجبات اليومية، وكمان سريره كان مصنوع بطريقة معينة علشان ينظم مستوى الاكسجين في جسمه وعشان ينظم نبضات قلبه وهو نايم، وكان بيخاف جدا على عمره وكان عايز يعيش بأي طريقة أكبر فترة ممكنة، لدرجة إن هو كان بيتبرع بمبالغ كبيرة جدا للجمعيات المسؤولة عن بيع الأعضاء البشرية علشان لو حصل له أي حاجة واحتاج أي عضو يلحقوه، وما كانش بيخرج من بيته ويروح أي مكان غير لما بيستشير أطباءه. لكن سبحان الله في سنة 2009 وهو في سن 50 توقف قلبه عن العمل، وجابوا له أشهر الأطباء لكن محدش قدر ينقذه ومات أمام الملايين في بث مباشر.